حسني وعلاش يا غزالي مشيت بحالك كيفاش النوم يا حلالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت بحالك كيفاش النوم يا حلالي علاش يا حلالي خليتني هايم علاش يا نايم خليتني هايم هايم في جروحي حبك يا مساء الخير مشاهدينا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الحصري والمباشر مع النجمة المغربية الرائعة المتألقة بالمغاربة كاملين كيحماقوا عليها لالا لطيفة رأفت. مرحبا بك على القناة شفتي. مساء الخير ومساء الخير لكل المغاربة اللي كيحماقوا علينا واللي كيحبونا وتحنا كنحبوهم. مرحبا بك على قناة شفتي، هذه ماشي أول مرة، أنت بنت الدار لطيفة. اليوم لأول مرة في إقليم سيدي قاسم واللي دخلتي الفرحة على مجموعة من الناس اللي كانوا فرحانين اليوم وحضروا الحفل ديالك هنا في الحوافات حدا مشرب القصيري، ياك؟ يعني بين مشرب القصيري وسيدي قاسم طبعا حتى حضوركم وحضور المنابر الصحفية اللي كانت موجودة الآن، يعني اليوم فرحة جدا. علاش؟ لأن كما كنقولوا السلطة الرابعة موجودة وإن دل عن شيء، دل عن أنه هناك تتبع بالنسبة للصحفيين لكل أحداث اللي كتوقع في المغرب. يعني شفت في ماشي غير الأحداث الخيبة، كاين أحداث جميلة جدا، ووجودي الآن في جماعة الحوافات يعني ما غاديش نقول لك فرحة جدا، ولكن الفرحة ماشي لوجودي في هذه المنطقة، ولكن فرحة اللي في الأشياء اللي شفت في هذه المنطقة من بعد نكبة 2009، نكبة الفيضان اللي كل المغاربة عاشوها معهم، حزن كبير، الناس غرقت لها، يعني غرق لها كي غرق لها ديورهم، البهيم ديالهم، يعني كل شيء كان مشى في هذه المنطقة. ولكن ملي كتجي من بعد من 2009 ل 2018 وتشوفها بهاد، ربما انتم شفتوا هذا الشيء، فهذا طبعا كيفرحني، وهذا فرحني أكثر من المشاركة ديالي الفنية. المشاركة الفنية فكانت لقائي مع الزمن الجميل، لان الزمن الجميل ديالنا هو هذا. انا اليوم كان حضور الاخ ديالي معايا طبعا هشام، وربما شافوه جمهور شوف تي في مباشره، ركبت في الطوموبيل قلت له تفكرت سنوات الثمانينات التسعينات، لان هادو هما سهرات كنا حنا كنجيو ننزلوا عند الشعب، ماشي كما قلت مناطق الشاطئ او مناطق الساحليه الناس موجوده، الناس مصيفه، انما هنا ناس كاين مساكن اللي ما عندهمش مقدوره سواء ماديه او معنويه باش انهم يتواجدوا في مهرجانات كبرى، وهذا هو اللي خلاني هذا العام اني يعني نغيب على المهرجانات الكبرى. قلنا نخليو الشباب يكون عنده حضور، وبالاخص كنتكلموا على الاحتكار، فالاحتكار ما ممكنش يكون غير اقتصاديا، او الاحتكار ممكن يكون حتى في الفن، وانا ما بغيتش نحتكر الميدان الفني في ظهوري في مهرجانات الصيف كلها، ولكن جماعات سواء قروية سواء حضرية سواء مناطق نائية فأنا مستعدة أنني نحضر فيهم باش نشوف جمهوري ونتواصل مع الشعب كشعب الحوافات الجميل جدا. لطيفة، اليوم كنتي فعل خير على هاد الناس، مع الدخلة ديالك الإقليم طلقوا اليوم الموضوع وقالوا لهم غيبقى عندكم دائما. والله يدويها علينا جميعا، وطبعا يعني أشوف هذا الشيء واجب، يعني باش نكونوا واضحين، هذه واجب على الجماعة، واجب على الدولة، واجب على أن هناك ميزانية تدخل جماعات فخصها تبان، والشيء الجميل جدا. وباش نعطيكم واحد الشيء خصو يفهموه الناس، ربما بعد كنتوا عارفين هالوقت شويه كل شيء كيتأول، انا حتى ما كنعرفش هاد الجماعه ولا رئيس الجماعه لاي حزب كينتمي، يعني ماشي تشجيع الجماعه اني كنشجع شي حزب معين، فانا غير سياسيه، فانا غير حزبيه، فبالعكس انا حزبي هو الشعب والملك والوطن. شفت بان هناك تقدم كبير كبير جدا، الموضوع يعني البنية التحتية ديال المنطقة كلها، الطرق، شيء جميل جدا، وهو الترانسبور ديال الأطفال اللي كان الآن بالمجان، تقريبا بالمجان، دار طالب، عدة مرافق اللي خاص الجماعات القروية، وهذا هو اللي غادي يحبس الهدر المدرسي، يحبس الهجرة من القرى للمدن. فكاين نماذج في المغرب اللي جميلة، يعني طبعا ما كاينش الفساد كيعمش البلاد كلها، فبعض المناطق اللي وكنتمناو انه المغرب يتحدى الصعاب ويتحدى هذه المشاكل اللي هي فيها بنموذج بحال هذا.